حتى يقام للصلاة بمشيئة الله عز وجل، نبقى مع هذه التلاوة القرآنية القصيرة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ عبد الناصر سعد حرك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله وإذا الكواكب انتثرت
حصل يا رب. الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. صدق الله العظيم. الفاتحة.